تطلق دائرة الطاقة في أبوظبي سياسة حماية المستهلك وبالتعاون مع مختلف الجهات ذات الصلة، وانطلاقاً من دورها الرئيسي في المساهمة في خدمة المجتمع ووضع الإطار التنظيمي لضمان توفير خدمات مميزة وإمدادات آمنة بتعرفة معقولة لجميع فئات المجتمع. وتتضمن السياسة الجديدة على بنود تدعم وتنظم عمل قطاع الطاقة في أبوظبي، كتوفير اتفاقيات الخدمة للمستهلكين من قبل الشركات المرخصة في القطاع، وتحديد خصوصية البيانات ومعلومات المتعاملين، بالإضافة إلى أحكام ومحظورات فصل الخدمة عن المتعاملين، وما يترتب من رسوم على الخدمات المقدمة، والإجراءات الخاصة بشكاوى المتعاملين، والتسهيلات المقدمة للمتعاملين المتعثرين في السداد، والخدمات المقدمة لأصحاب الهمم والرعاية المنزلية وغيرها من الحالات. ومن أجل الاطلاع على سياسة حماية المستهلك الصادرة من دائرة الطاقة في أبوظبي، يرجى زيارة الرابط الإلكتروني